وينضم إلينا من دبي رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك. بكل تأكيد نحن اليوم أيضا على متابعة لأبرز البيانات وخاصة من الاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق ببيانات معنويات والاستهلاك الشخصي. هذه البيانات لربما يكون تأثيرها واضح على الدولار، وكيف ستكون تسعير المستثمرين أيضا لبعض التوقعات التي تشير إلى تخفيف وتيرة رفع الفائدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. حقيقة تماما، يعني إذا نظرنا إلى أهم ما يتطلع إليه المحللون والاقتصاديون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن بيانات التضخم بكل معطياتها وعلى رأسها مؤشر الاستهلاك الشخصي البي سي اي الذي هو يعتبر المؤشر المفضل للفدرال الأمريكي لتقييم فعليا كيف هو تأثير التضخم على العائلات أو على الأفراد بشكل عام. أعتقد هذا المؤشر لا يزال يشير إلى قراءات مرتفعة، ولا يزال مستوى التضخم مرتفع نسبيا، في حين إذا نظرنا إلى معظم مفردات الاقتصاد الجزئي من الولايات المتحدة الأمريكية فنجدها في منطقة إيجابية أو تعكس صورة إيجابية بشكل كبير، لكن ليس لوقت زمني طويل. يعني لا يمكن الاستمرار بهذا الأداء الإيجابي إذا كان التضخم لا يتجاوب بالشكل الذي ينبغي مع رفعات أسعار الفائدة القوية. نحن الآن مقبلون على رفع سعر فائدة ب 75 نقطة أساس، تكاد تكون احتماليتها أكثر من 98.8% أنه رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس من في الفيدرالي الأمريكي. أي بمعنى آخر أنه نحن نزيد ضغط إضافي على عبء التكلفة والاقتراض على العائلات والأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى إذا نظرنا إلى مفردات أخرى مثل منازل مبدوء بإنشائها، المنازل الجديدة، نجد أنه في عنا تراجع ب 1.5% بقراءة شهر سبتمبر، أي أنه حتى قطاعات العقار بدأت تظهر أنه في عندي أنا تراجع بعدد المبيعات اللي عم يتم بيعها من المنازل، وهو مقياس مهم جدا على صحة السوق العقاري وعلى مقدرة الشعب الأمريكي على الاقتراض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والمورجج إجمالا. بصياغة أخرى، الاقتصاد الأمريكي مقبل إلى ظهور علامات رفع أسعار الفائدة الحادة على معطيات الاقتصاد، وأعتقد هي إشارة إلى ضرورة بدء تقليص وتيرة تجديد السياسة النقدية. جيد سيد رائد، دعنا ننتقل إلى الضفة الأخرى من المحيط والقارة العجوز التي تنتظر بالخميس رفع معدلات الفائدة، وإن كان المركز الأوروبي قد أشار إلى رفع بواقع 75 نقطة أساس. إلى أي مدى المركزي الأوروبي قادر على كل ذلك، أو أنه فقد السيطرة ربما في ظل ارتفاع معدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة، نتحدث عن قرابة 10% 9.9%. 9.9% صحيح. طيب، هي مستويات التضخم في المنطقة الأوروبية. رفعت أسعار الفائدة من المركز الأوروبي الماضية عن شهر سبتمبر كانت هي الأعلى منذ تأسيس البنك ب 75 نقطة أساس، أعلى من التوقعات. الآن التوقعات تشير إلى إمكانية رفع أخرى ب 75 نقطة أساس جديدة. أعتقد ذلك من شأنه أن يخفف بشكل كبير، لأنه في عندنا مجال عند المركز الأوروبي أنه يرفع أسعار الفائدة كونها لا تزال نسبيا منخفضة عند 1.25%. ولكن بالنسبة لوضع الاقتصاد الأوروبي حاليا، عملية رفع أسعار الفائدة أعتقد سيكون من شأنها ضغط كبير نسبيا على الاقتصاد الأوروبي المنهك وعلى اليورو الذي لا يستطيع الارتفاع كثيرا بالفترة الحالية، نتيجة أنه في عندي رغبة بإبقاء سياسة اليسارية كانت من المركز الأوروبي لفترة ممتدة نوعا ما لدعم المشروعات والأعمال التجارية. ولكن في ظل التضخم مرتفع يكاد يتجاوز 10% في قراءاته، أعتقد هو مضطر ضمنيا إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وذلك ممكن أن يسبب توقف نزف اليورو بعض الشيء أو مؤقتا. أي بمعنى آخر، التأثير الذي قد يحدث إذا ما قام المركز الأوروبي برفع أسعار الفائدة على اليورو بالارتفاع هو مؤقت جدا. لا يزال مستهدفاتنا للهبوط على اليورو على المدى المتوسط إلى الطويل تطال مستويات 0.95 كزوج دولار يورو مقابل دولار أمريكي.
نعم، السباق فيما يتعلق برئاسة الوزراء في بريطانيا هو الملف الأبرز في هذه الأثناء بالنسبة للاقتصاد البريطاني، وشهدنا مؤخرا انسحاب بوريس جونسون فيما يتعلق بين هذه المنافسة، ولربما ريتشي سوناك سيكون هو الأوفر حظا كما تشير بعض الاستطلاعات الرأي. برأيك كيف سيكون مسار الاقتصاد البريطاني من بعد توصل لقرار فيما يتعلق باختيار رئيس للوزراء، وأيضا على تحرك كات الاسترليني؟ حقيقة منذ زمن طويل لم نشهد هذا التذبذب الحاد على الجنيه الاسترليني وعدم الاستقرار أو الغموض الذي يكثن في السياسة المالية والنقدية في المملكة المتحدة، وذلك يعكس حقيقة الوضع المضطرب للسياسي أو للقرار السياسي في المملكة المتحدة. ولاية قصيرة جدا، مشاريع ضخمة وطموحة لم يتم تمريرها على الإطلاق، بل كانت نقمة على الاقتصاد وعلى السياسة النقدية وتدخلات حادة من قبل البنك المركزي البريطاني. أعتقد يعني ذلك يحتاج أنه يكون مثلا، أنا إذا بدي أضم صوتي إلى ريتشي سوناك، لأنه هو لديه المقدرة على تحقيق سيطرة اقتصادية نوعا ما، وأيضا لديه الخبرة لأنه كان هو السابق. يعني أعتقد لديه خطة لتمرير خطة اقتصادية أفضل إن صح التعبير، مناسبة للوضع الراهن للاقتصاد البريطاني. نحن عم نشهد اقتصاد بريطاني يعني أولا من مرحلة خروجه من الاتحاد الأوروبي ومحاولات الخروج الفاشلة مع تيريزا مي، ليأتي بوريس جونسون ويحقق ذلك ولكن يفشل بعملية الكورونا، ليأتي بعده أيضا يعني رئيسة وزراء مؤقتة وقصيرة جدا، لا تدوم في المكتب أكثر من 6 أسابيع، والآن نبحث عن وزير رئيس وزراء جديد. قرار اقتصادي مضطرب، عندنا مستويات تضخم مرتفعة حادة جدا، أزمة الوقود تضربه بقوة داخل المنطقة الأوروبية وتحديد المملكة المتحدة، وفي عندنا مشكلة يعني بدأت أيضا تتأقلم يعني مع عملية التقنين وعمليات تقنين الكهرباء. هناك تأقلم ضمني من الاقتصاد البريطاني مع الظروف القاسية التي يمر بها حاليا، ولكن الأزل الأكبر الذي كان من المتوقع أن يحدث هو على صناديق المعاشات التقاعدية، وأعتقد يعني على ثقة في الصناديق السيادية لبريطانيا، وهنا كانت يعني تدخلات حادة وسريعة من قبل البنك المركزي البريطاني للحفاظ على صحة سندات البريطاني. رائد الخدر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، نحن دائما نشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. شكرا لكم صديقي.